هاي، كيفك إلي؟ الحمد لله. سافا؟ كتر خير الله. اليوم عندنا سمك الصمون. ايه فوقتين عليهم تجيهم من البراد، كنا ناسيهم. يعني يا عم اجيب الرسائل الصمون. ايه في عندنا سمك؟ كيف الماما؟ والله منيحة. سافا؟ صيفة. يلا هلا بدنا نعمل سمك الصمون مع صوص بطاطا بنفسجي. بنفسجي بس تنفرجيكم شو البنفسجي. شو البنفسجي؟ بنفسي فرجيكم. هيدي البطاطا لونها بنفسجي، شفتوا؟ من وين جبتون؟ انا ما بعرف اذا مبينين على شو اسمه هيك الابيض ببين. مش معقول بنفسجي بنفسجي، واذا قصيناها كمان من جوا بنفسجيه. هلا رح اشوف. اوكي سوربريز. سوربريز فيك تبلش فيها تا هيك ليك شو قوي اطمنا، لانه من على بكره انا ورانيا عم نتحذر. هلا شو البنفسجي؟ اول شيء رح نسلقها. مش مسلوقين؟ لا مش مسلوقين، بدنا نسلقهم بس ينسلقوا بصيروا بنفسجي لونهم. بنفسجي. اوكي تري بيان. من اي بلد هولي؟ من فرنسا، انا ومارق جبتهم. برافو، مش هيك تاخرت شوي. اوكي كان في عجقة تصير. اوكي يلا. عندنا تقريبا يعني في جارنيتور وفي صوص. الجارنيتور عبارة عن الاسبرج والبطاطا، يعني هو بيتاكل اذا بدك نشويات مع خضره. صوص هي ادد فاليو، يعني هيدا البلابيت فينا ناكله بلا صوص لانه فيه هو دجاج، بس نسوي الصمور رح يكون في زبده وحامض. اوكي طيب معه الصوص رح تكون زياده. صوص فييرج عطا بنعملها على البارد. هي مثل هي البندوره بلونسير مع ثوم زيت ملح وحبا وبرش حامض. اليوم رح نعمل بالعكس اذا بدك. رح نقلل البصلة، فينا بحطوله بصلة عنا، بس نحن هون رح نقلل البصلة، طلع ورقة غار، رح نحط البندورة، نغليها شوي، شوية نبيض، عرفت يعني بنغير شوي بالطعمة، بس بعدنا صوص فييرج. عمو اللي بدك إياه. وما بنغليها كثير. أو إذا غليناها بدنا نبردها، يعني عم تتقدم باردة. أوكي. تنبلش. رح نبلش بالأسبرج. منقشرهم. هذا الكعب اللي هون هذا بده شيل، هلا بنشيله بالاخر. بدنا ننتبه ما يتكسروا معنا لانه هن بس طرايا يعني سائلين. فينا نستعمل طازة، فينا نستعمل اذا ما بدنا نقعد نقشر نتعصب في البيبي اسبرجوس. ما بناخذ البارتين اسبرجوس. ايه خلص دافعين حقك ليش شو مصاري اصلا. لا شو هلا هيك بيجي الاسبرج شو فاهمه برجي قول صغار نا اسبرج نا ما كبروا شو خسروا بعد هون بدك تشيل. ايه هدول رح نقصهم هلا. عم تزعبر هلا ما اوكي. هلا بدي اشوف بتحب الاسبرج؟ شو إذا بكتر بقلل؟ ايه كتر ورح كتر معهم القنات كمان. القنات بدي كبك من الشباك. سكر استوديو بس تأكدي لي ما في شبابيك باستوديو. يعني هيدا الشيء زمطت. هني حاسبين على حساب عارفين ما بيعم يشتغلوا. وقف لي الأساصر. اوكي اوكي هلا قشرنا الاسبرج. انا قشرته شو عملت؟ ايه قشرنا. عم بحترمك بلوريال عم بحكي. ميرسي ميرسي. يلا منقص منقص. بدك تقصي؟ بس انتبه على ايدك بنجمعهم هيك. بس فرت قص على هذا الكعب. قص قص يلا هيك عم تقص. اذا بدنا شيء ديكوراتيف شوي فيه غربة ايه. هلا هولي بيتاكلوا وهدول في عمل فيهم للصوص وهيك للسوب. للسوب هلا نحن ما عندنا سوب بس انه في مرقه ما بينكبوا. لا ما مش ضروري ينكبوا. تري بيان. اسبرج رح زي البطاطا هون. البطاطا عم ينسلقوا. البطاطا فيهم ملح، رح احط الاسبرج معهم ما بيأثر. ما بيأثر لانه هون كميه قليله انا عندي اياها. البطاطا ما في عليهم الرمل. لا لا هو البطاطا نظيفه ما في شيء يعني دجاج اصلا من فرنسا جايين وجه الصحارى. وجه الصحارى بس بنتبه على شغل الاسبرج ما بده وقت قد البطاطا، يعني حتى لو حطيت بطاطا قبله
بقدر شيله قبل. بطاطايات صغار كمان، ما بدهم كثير. بطاطايات صغار. اوكي. اوكي. يلا. رح نقلي الصومون، ساتوي نشيله على جنب، بنرجع بنكون بلشنا بالصوص. اوكي. ليه بدك تقلي الصومون؟ بدنا ساتوي. اوكي. ما رح فوته على الفرن، يعني هون بقدر ساتويه. اذا حسيت بده فرن بتفوته شوي. ايه بنفوتهم شوي، واصلا هن اللي معنا شقف صغيره. صح. يعني منهم ميني بافي اذا بدك، كثير صغار. شوية زبدة. شوية زبدة. هلا أنا بس ساتويهم رح أحطهم كمان عصرة حامض. ليه؟ يطلعوا طيبين. أوكي. كرمال الطعمة بس. كرمال الطعمة. بذات الوقت هلا بنكون عم نحضر الصوص، بس تكين دبة الزبدة. الصمون دايما بس بدي أشوي أو أعمله كواليب بلش مثل القشرة. إيه. بتشد. أنا هيك بحطها بالفرن، آخر شي بس شيلها دغري القشرة بتضل تحت أنا عم شيلها. بتلزق يعني. بتلزق. حتى لو طلعت بس تكون كريسبي بالاكل بتقبع معك دغري، ما بتعذبك. رح نتركهم يستووا شوي بهيدا الوقت. نبلش البصلة. بدلني شيك على الاسبرج. هي مسكتها بتعرفي وحلو طيبة بدلها شوي تقرش. شوي صغيرة. تما تهلط كله. للصوص فييرج بصلة ناعمة أنا اشالوت صغيرة. نفرمها مكعبات صغيرة. ايه قد ما فينا الناعم. هون قد ما رفعنا بالاول قد ما تطلع معنا رفيعه بالاخر. بدي انتبه على شغله هون، ما عندي قليه البصله بدي منها اللون الاشقر، لا بدي قليها شوي صغيره باخذ طعمه، وبدي اياها تكون انعم من البندوره، يعني ما لازم تبين حتى البندوره بهالشكل، لازم تذوب. شطور. ماشي حالك؟ يا نخلي هاي تقلل. هلا السمو ليك القشرة صارت حلوة والدخنة. شو بعد فيه؟ لازمنا ندوش قبل التيستينج، لقيت لي وقت ما بعرف شو بدي تعمل. كله ورا بعضه يعني. اعطونا وقت قبل التيستينج نعمل دوش. لا خففني. مش مدور الهوت، حدا يدور لنا الهوت بليز. حدا اقصر مني، انا كثير طويل. يلا الاسبرج رح شيلهم. لا بعدهم شوي صغيره. خليني الثانيه. هون الصومو فينا نغطيه كمان. نور عليك. ايه هي فرق احسن. مش الحال. هيدا السمو دغري على الدوش رايحين على البيت، يعني ما فينا نمرق على شي محل قبل ما يستقبلونا بالبيت. يعني توري دفاع بدل ما صار لنا يرسك ليش بترجع بتكملي. ايه معقول. كنت فوتنا على الفرن وريحتنا. ايه ريحتنا من هالريحة. ليكي بس واحد بس يصبر بيلاقي، يعني هلا بالاخر بس شوف الطعمة. بس اكيد بس بدنا ندوق. بدنا نشكرك. يلا شلت الاسبرج. يلا شلنا الاسبرج. بعد عنا شي 8 دقائق مع تيستينج. بتلحق؟ قد ايه بدك تيستينج؟ 7 دقائق؟ بخلص بدقيقة أقل. ايه بنلحق. يلا ها. يلا. هذا الاسبرج شلناه. بتعرفي ما زال تيستينج دغري ما رح برد شي. ايه
يعني رح يضلوا سخنين. ايه ايه بنمشي فيهم دغري. اوكي مزبوط. اوكي حرام. ثم بعبده شويه استواء. هلا في للصوص شو بدك تعمل؟ بدي اقلل البصله بس ناطر تخلص يا الصومويه البطاطا. أوكي. عند عين تاني. اوكي اصلا الصومو في ناس بتحبه منه مستوي كثير، يعني فيك تستويه بيقولوا افوان على الريت بيقولوا له كرميل. هذا الانجا شوي صغيره بتضل ما بتنشف بتضل جوسي، وهذا اللي رح نعمله نحن. ها عدي لثلاثة تكون شلنا الصومو ونبلش بالبصلة. يا واحد اثنين ثلاثة عديت عديت من المهم تحكي عم بمزح. طيب للصوص شوية زبدة. كمان ثلاثة. كمان ثلاثة. اليوم كله بثلاثة. هذا الصومو بس قبل ما تخلصت نقطة الحامض. زيخ. ولا بلا نار شو شو حطينا ال هلا اذا ضل معنا وقت الاسبيرج بنعمل شوي سوتيه بزبده كمان بيطلع طيب. خلص قليت كثير زبده. صومو زبده 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 زبده. اوكي خلص منغير. بدنا نزعل منك يعني. لا بدنا نضلنا اصحاب. ايه هيدي البصله. يلا صوص نعمة. بدك تركض عندنا 8 دقائق مع تيستينج. 8 دقائق مع تيستينج. افتح لي جرة الغاز قوية أكثر شوي. بدها بعد زبدة بعدين. بدها بعد زبدة. ايه 100%. دي أنا كان فكرة أكسرها. من الزبدة من الزيت. كمان. حدا يجرب يدور الهوت من هديك الميلة؟ بلا. هيدي البصلة حط لها ورقة غار، حط لها شوية نبيد. لازم يدور الهوت قبل ما احط نبيد. ملحة. هلا هون ماشيين بستابس شوي بسرعة، بس هون قلية البصل نبيد ورقة غار. ننطر نص دقيقة تيتبخر ال يتبخر النبيد. حطينا لكن إشالوت مع زبدة وشوية زيت نباتي، حطينا ورق غار، وهلأ بدنا وحطينا مبيد أبيض. هلأ بندورة مقشر البندورة. إيه البندورة قشرناها وشلنا القلب تبعها ما بدنا إياه ما استعملناه. بدنا نزيد لها اللي ما كتير بيب. القنات. اوكي. استراغون شوي، سيرفو شوي، هدول فرم. يعني مثل مطيبات اذا بدك بقلبها. هاو كمان بينحطوا على البارد مش ضروري يعني يلحقهم كثير قليه، شيء بسيط. انا عم بحضر السبون. حضر ملي معروف، حضر الطاوله. ما كنت قلنا حطوا الطاوله. بس اذا ما دار هيدا ما تحضر شيء. يا رجعنا واللي بعتقد خلصوا. واللي خلصوا ضروري يكونوا خلصوا. اوكي هون الفرم يلي حكينا عنه شوي ما كترت عن جد. برافو. كرمال النات فكرت كرمالي. ما هي ايه ما القنات كرمالي. ما هي القنات صارت ريليتد لك يعني بس نقول قنات يعني صح. انت قنات. انا ما بتحطوا لي قنات. ما بدي صوص فيرج. ما بدك صوص فيرج. هي شوي صغيرة. ايه بنحط سيبولات شوي وبنحط شوي هلا بالزينة. بحب السيبولات بقى. ليك السيبولات اطيب. اطيب. وايه ترينا بدنا نحط لها ملح. ما حطينا ملح. ايه لا
إذا ما قدرنا نعمل تيستينج مش مشكلة، المهم نقوم. قد إيه بعد معنا وقت؟ قد إيه؟ 4 دقايق. 4؟ بنروح على الصين وبنرجع نحن. برد له البطاطا إذا ما عجبوني. طيب ليك شو؟ رح نسكب. رح نسكب. يعني بس يعني كله سخن ها؟ تبغوا تحرقوا حالكم. اوكي. شوية ملح. رانيا شوية. بدك تجي؟ يلا. هيدي الصوص كنا عم نحكي عنها، أنا كان بدي لو لضيق الوقت بس كان فينا بس نبردها. هلا انتبه ها بتتاكل هيك سخنة أكيد. إيه بتتاكل منش. يلا. افتح البسكوف. لا بترك مش 30 ثانية بس تدوقه. اوكي. طيب أنا ما بعرف. بتكب صحنين كيف بيقدر ب 30 ثانية يضحكنا على 10 دقايق؟ طيب فسري لي 30 ثانية قعدت معي بس أول ما فات نكتين ورا بعضهم رشق رحنا فيها هلا على نص ساعة يعني كل شوي هلا بنرجع بنتذكر مصايفي ومرقت على فرنسا جبتهم معي ما بعرف وعدة نمرة فظيعة فظيعة إلي بونجور إلي هاي صباح حتى لو ما نكت هلا خجلتيني بابا فيي كفي ستيف حتى لو عم يحكي عادي ما بتعرفي اذا قصد بكون بده يقول نكت انا صرت بفهم على الطيب ليك الا مع مرتي في وهره ما تستقبل اتصالات هلا غير موضوع كليا بصير نسكب نسكب يلا عم نسكب ريحه كثير بتشهي واو انا ما كذبت عليك ليكو مثل الشمندر بنفسجي شفنا كأنه مصبوغين واو وطعمتهم بتكون حلوة بنفسجية عليلة واو سجلي جو فرجينا أما هون البرتقالي بنفسجي مع مين الألوان؟ صومون موف وفير فعلا كثير حلوين الالوان فنان نحن حطينا هلا قطعتين ايه بس فينا نزيد يعني قصدك فينا نزيد أوكي. وفينا نعمل وحده كبيره عرفتي اثنيناتهم بيمشوا تفضلي رانيا صوص بدك تحط صوص هلا رح احطها بس اقول لك للون ليك اللون شو بعد رح يزيد يعني هيدا صوص بدنا نحط هون بهالشكل حلو بدي ذوق البنفسجي كانه سلاد فري صرنا هون الوانه هلا لكل اللي عم بيكونوا عم بيحكونا حكي مش حلو نحن عم نذوق لانه هن بيخاروا منا وبدهم يجوا يذوقوا معنا بدهم يجوا يذوقوا معنا وما فيهم يذوقوا لانه انه على البطاطا لو ملح انه يومي شو طيبين ما بدك تعزمي مشاهدينا بياخذوا العقل ثانك يو فيري ماتش ثانك يو هيك انا بكون خلصت فقراتي لليوم مشاهدينا انا برجع بشوفكم بكره ان الله راد ما تنسوا البسمه على وجهكم باي باي وبترككم مع ريسيبي بكره days since you took your life